طيب لا انا بقى وصلت لمرحله الغضب، الحاجات دي تزعل يعني، ما المدمرات دي تخليني اغضب. اه وساعه الغضب حاجه من الاتنين بتحصل، يا تخسري نفسك كبني ادمه او كانثى، او هاذي اولادي، او كلمه هتطلع فهتجرح مش وصعب التئامها تاني. اه الكلام ده كلام يعني بيزعل، وخصوصا مرحله الغضب. الغضب غضب من شخص ولا غضب من موقف ولا غضب من كلمه اتقالت لك؟ ها ناس عاملين محاسبين عليكي ولا عاملين حزب عليكي والكلام ده، ولا من خذلان لحد كنت متوقعه فيه كامل الدعم والتعاطف فما لقيتيش كده؟ اه حد بيقول لي مشكله ايه اماني؟ اماني شوقي انا اتكلمنا، رجع لي البث بتاع اول امبارح اتكلمنا فيه على مشكله الرضاعه واصلناها شرعي ونهينا القصه دي. الفيديو هتلاقيه عندك على الفيس او اليوتيوب. طيب يبقى لما اوصل لمرحله الغضب دي اعمل ايه؟ بصوا في مرحله ما قبل الغضب اللي هو الوقت اللي انا شفت المشكله وعرفتها واتنرفزت وتوترت فغضبت. رقم اتنين مرحله الغضب ذات نفسها، الوقت ذات نفسه، زعق بقى وشخيط والكرسي في الكلوب وبعدين بقى ضرب وكلمات جارحه وهيصه كبيره. بعد الغضب 99% اللي بيقف في الاستجابة لمثير الغضب ده بيندموا عليه، بيندموا على الغضب ده، كلمة قالت تعتذر بقى استغفر اعمل، المهم ان احنا تتصلحي الحاجة ما سيبهاش على كده. لو مع اولادك بحط في نفس الخلية اللي انا غضبت فيها ان انا اسف انا كان مقفر سامحوني ان شاء الله يعني نحاول نظبط نفسنا، معلش ما تاخدوش ده مش مثال قدوة صحيح ليكوا انا في الموقف ده. يبقى العيل خلية فيها ايه؟ اه ما حصل كذا في ساعتها على طول امي قالت كذا او ابوي قال كذا، فما يبقاش فيه مردود سلبي. او مع الاخرين او مع الزوج اولى، او انت كزوج يبقى مع زوجتك اولى. طب اعمل ايه؟ ها لو انا في المرحلة الاولى اللي هي قبل مرحلة الغضب، انا اشوف الموقف اللي انا فيه يستدعي فعلا ان انا اتنرفز ودمي يفور، اقول لك ده انت لو عملتيلي كده والدم هينزل دم فاير بيغلي. طب هل الموقف يستدعي؟ طب هل يستدعي الحاله الشعوريه اللي انا ابقى فيها بحيث اخسر نفسي واخسر اللي قدامي؟ ها لازم اشوف الكلام. طيب الحل اتجاهل او استنى مهدى، او ان انا اخد خطوات للحوار لو هينفع نتحاور حوار ادامي، خلاف كده لا، يبقى استنى اما تهدي وبعدين نتحاور. اشوف وقت السبب ده هو شخص، يبقى انا عارفه ان الشخص ده بيسبب لي غضب وانا احط الخليه في دماغي. هل هي ضغوطات؟ اقل الضغوطات واتعامل معاها زي ما قلنا نشاط نشاط او حاجه حاجه يعني افصصها. اتعلم ازاي رقم اتنين انا ادير الشخصيات، وده دورات ان شاء الله تتابعوا معانا على صفحه ننزل بيها قريب مجموعه من الدورات، ازاي ادير الشخصيات وازاي ادير الوقت الاتنين مع بعض. وانهي وقت اللي اتكلم وانهي الوقت اللي انا اقرر ما اتكلمش وبراحتي، محدش يجبرني على كده. تالت حاجة اتعلم ان انا ازاي اخفف الضغوطات اللي موجودة عليا، ما هو مش لازم كله مرة واحدة، انا ممكن اقسم المهام وده بيساعدني على الاسترخاء ذات نفسي. ما تبقي مضغوطة 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 ايه وبعدين؟ وبعدين خففي، خدي حاجة على فترة حاجة على فترة والدنيا مش هتطير يعني، صح ولا لا؟ الواحد اللي بيغضب كتير بيجيله مرض، يا السكر يرفع يترفع، يا الضغط يترفع، يا مش عارفة ايه يترفع. عشان كده كانت وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب لا تغضب، واشوف ايه هي مثيرات الغضب اللي عندي يا ترى ايه، واحاول ان انا اتجنبها. فيها تكنيك جميل جدا كنا حكينا عليه قبل كده اسمه اخدع دماغك. يعني ايه؟ يعني ان انا المعلومات او المفاهيم الخطا اللي وصل لدماغي بغيرها. دماغي عنده معلومه ان انا لما بغضب بكسر، او ان انا لما بغضب بزعق، لا اقول لدماغي لا اهدى وما تكسرش واقعد واتكلم بصوت واطي. ساعات انت بتبقي مستغربه نفسك بس بينجح. الموضوع ان انا اغير الامر بجهد عضلي، او ان انا اسيب المكان او اتضير او امشي او اتص وشي بميه او اتوضى، الكلام ده جميل حلو، المهم اسيب المكان. وطبعا موضوع التنفس، احنا اتكلمنا على موضوع التنفس ده قبل كده وقلنا موضوع التنفس ده شيء لازم نبقى واخدين بالنا منه.
كتير كتير، علشان حتى ادي فرصه للمخ ان هو يتنفس وان هو ياخد هدن. لما اهدى اختار الردود بقى. ورجعوا الحلقه فن الردود، عشان دي حلقه مهمه، او للناس المستفزه نرد عليهم ازاي، الناس اللي بيضايقونا. لما تيجي زوجه تقول انا خلاص وصلت المرحله ان انا خلاص عرفت اتحكم في غضبي، عرفت ان انا الامور دي عرفت كذا، بس انا بقى كره البيت بقى وكره الراجل ده وانا مش عايزه اكمل معاه. كلمه الكره ذات نفسيها، هل بناء على الحاله الشعوريه اللي كنت فيها، ولا ده نتيجه لامر انك انت مثلا غضبت من موقف، ولا لا ده هو فعلا استنفذ كل رصيد الحب والتعاطف وكذا معاه؟ لازم تبقي خلي بالك من الكلام ده وتشوفي انت في انهي مرحله فيهم.